كوكو، سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل كامل بخير. وحشتكم بجافة بجافة بجافة، وهاد الكلمة بالذات صرا عليها حالة. بزاف بنات قالوا لي حلي عينك وبالك يا شوشي تتنحي هنا من القناة، لانه هذه هي الحاجة اللي نحبوها في المقدمة تاعك. دونك راني رجعتها مراش نحيها. هذه هي، ان شاء الله تكونوا كامل كامل بخير. تيتكم فيديو جديد، كنتي اول مرة تشوفي لا فيديو تاعي، ما تنساش دوك ديري اشتراك وتفعلي الجرس باش يلحقك كل جديد. وانتوما ابداو لي هاد لا فيديو بجام وجام كبيره تاني. دونك لا فيديو تاعنا تاع اليوم راح تكون، والله غشوفو حنكون صريحه معكم، لا فيديو تاع اليوم ما عرفتش كاع كيفاش نبريزونتيها، ما عرفتش مالغري شغل طلبتوها لي بزاف تاع شوشيتا. قولي لنا كيفاش راكي توجدي في السهره تاعك، حطينا روتين، ورينا كيفاش ليامات الاولى تاع الزواج، هضري لنا شويه. مي مازال ما والفتش هكا تاع نصور لكم هكا في داري روتين، يعني صبروا عليا وكيما نقولوا سيسو خدكم بالعقل بالعقل. دونك هنا بديت لكم بروتين خفيف تاع سهره هكا. واش درتي البنات؟ درت المايز، وانا نحب ونموت عليها. هذا واش نحب، ندير المايز وخليني نقعد ناكل 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 ما نفيقش حتى نلقى روحي كليت طنجره. قولوا لي اسكو نتوما تاني ولا غير انا؟ وهنايا البنات كانوا عندي شويه شواكل، راكم على بالكم، احكمت هكا ودرت لهم، حطيتهم في ليزاسيات هادو تاع القلب. اذا لقيتهم غير شروهم، باسكو هادو بزاف بزاف هايلين. يعني كنصيحه انا ندير فيهم الماسيدوان، خطات نحط فيهم لي سالي، خطات نحط فيهم عفايس هكا خفاف. وهنايا يا البنات كيما راكم تشوفوا درت جبت هاد لي شوب هادو لي كنت ديجا شاركتكم بهم، كنت شيتهم من العلمة، شيتهم بستين الف هكاك للواحد. كنا خيرنا واحد في الغوز وواحد في النواغ، لازم الغوز. على كل حال ما كانش كاين كولور اخرى ابار لو غوز اي لو نواغ، وهذا ما كانوش كان عنده ديسپونيبل. فوالا دونك هنا خرجتهم وديسيديت ندير تيزانه. ما نكذبش عليكم، خطوكم انا كنصيحه، مالغري تكوني عروسه جديده ولا عروسه قديمه ولا اللي كانت تكون مع المرض اللي راهو، يا البنات نصيحه ليكم، ديروا تيزانه الزعتر وكثروا منها كل يوم. مريضه ماكيش مريضه، كثري منها. انا هنا راني ندير في التيزانه تاع الزعتر وخلاص سي بون، مالغري ما نقدر لهاش مي سي بون، ولينا كل يوم في الليل لازم. وراح نحط هاد لي شوب، لي شوب هادو شحال غامقين ولولو كبار. اذا درتي فيهم تيزانه تحصلي يا ديري نص، واذا عمرتيهم كامل راحت عليك تشربي هذاك الزعتر بلا تدك. وبيان سور هنا دوكا درت تزيين بسيط كيما راكم تشوفوا، درت هذا غاتو غولي هذاك كنا شريناه، ودرت شويه شواكل. هذا ما كان يعني عفسه خفيفه، ما راح نقول لكم عفسه كبيره ما والو. وهنا راح نعصر القارص، هذه نقطه مهمه، عصروا القارص في لي شوب تاعكم. واذا كان عندكم عسل الحر زيدوا ديروا عسل الحر. انا هنا راني درت مغرفه وراح نرمي فوقه الزعتر تاعي ونخلطهم وجدت هذاك المايس. هنا يا البنات تذكير بسيط، قيس دقيقه برك يا البنات، على المسابقه اللي راهي في قناتي، راح نخلي لكم رابطها في التعليق المثبت. اللي حابه تربح معايا زوج ملايين وليسور والفريش والماعن والروايح كامل، واش راكم تشوفوا هنا في هذا المقطع، ما عليك غير تطبقي الشروط. والشروط اليوم بسطتها لكم، يعني بسطتها لكم على الخطا اللي فاتت، نحيت لكم شحال من شرط، بما انه بزاف قالوا لي والله ما عندناش الوقت وسمحينا يا شوشيتا، راح نخلي لكم الفرصه لانه بقى 3 ايام برك يا البنات، ونعلن لكم على العشر فائزات عبر بث مباشر. دونك هادو هما الهدايا البنات، والله غير هدايا تستاهل تستاهل، والشروط يعني سهلتهم لكم وبسطتهم في خاطركم. ما عليكم غير تابونيوني وتفعلوا الجرس بهذه الطريقه على جميع فيديوهاتي، وتروحوا ليشان اللي راني انا ما بونيتهم ديجا، وديروا لهم كامل متابعه، تبداو من تحت حتى للفوق، تابعوهم كامل وتدخلوا للرابط تاع المسابقه تاعي اللي حنخليه في التعليق المثبت. خليو لي كومونتير بلي راكم مشاركين، وتخليو لي يا الايميل تاعكم يا رقم الهاتف تاعكم، هذا ما كان. وان شاء الله حظ موفق يا البنات. هنا كنت وجدت تيزانة تاعي يا البنات، وكما نقولوا هذه هي سنيوتي، ولا غير سنيوه خفيفه ظريفه ما فيهاش بزاف عفايس. مي اون بات شوفوا الصرا، شوفوا خوتكم تشهات يا ربي راح لي اسمهم،
ولا لا راح لي اسمهم ايماجينيو دوك نتفكروا دوك نتفكروا باش ما نحبسش المونتاج. قلت لكم تشهيتهم بزاف، كنت ندور هكا في الانستغرام على بالي شكون شتها دارت هكا فوتو عليهم ونط فيها داك نص الليل تقول شي ما على باليش وشنو. نط سخنت الشوكولا ديالي وتفكرت اسمهم يقولونهم لي بانكيك. نورمالمون هكذا يا البنات، اذا كنتو حابين الوصفه ولا قولوا لي شاركها معكم. راني ديجا نشارك معكم بزاف الوصفات في الانستغرام تاعي، روتينات رانا مقلبينها لتما. دونك اللي عندها انستغرام ونقول لك راكي سلطي بزاف، هذا هو الانستغرام تاعي، تابعوا يومياتي. دونك قلت لكم درت دي بانكيك هكا وزينتهم تزيين بسيط بسيط جدا كيما راكم تشوفوا، وحده فوق وحده، وسيت نزيكزاغي هذيك الشيكولا وما كنتش مدوبتها مليح مليح باسكو ما صبرتش. وهذا ما كان، كان تقديم بسيط وبصحتنا وشهيتكم بالجنه يا ربي. هنا راح كيما نقولوا نقصر معاكم شويه، نواجب خياتي اللي عندكم بزاف وانتم تقولوا لي شوشيتا واجبينا، عندنا دي كيسيون حابين نعرفوا حابين نفهموا. وراح نخليكم مع هذا الفيديو برك باش ما تكرهوش هذا الفيديو يا البنات، نهار اللي خرجت باش نقضي كيما نقولوا المصروف الشهري، وصورت لكم شويه واش كان متوفر، كان كاين بزاف سلعه شابه. دونك استمتعوا نتوما تفرجوا وسمعوني مليح مليح واش راح نقول لكم. كنا فتحنا لايف يا البنات وقصنا فيه بنات هكا بنات في بنات، وكانت اكثر سؤال يجيني اللي هو شوشيتا اسكو الراجل يتبدل مور الزواج، واسكو الزواج لقيتيه كيما كنتي تشوفي فيه. دونك انا هنايا البنات نحب نفتح لكم عينيكم بما انكم خياتي، ونحب نوري لكم ونحبكم تكونوا شاطرات وفحلات. نحب نقول لكم باللي جامي في حياتكم، وكنت قلتها في اللايف، تسقسي وحده مزوجه عن جديد واش رايها في الزواج. باسكو ايماجيني وحده ما عندها شهر ولا شهرين زواج تروحي تسقسيها واش راكي تسناي فيها، تقول لك واش راكي تسناي فيها، تقول لك تلقايها عندها شحال وهي تسنى في هذاك النهار، وهو عنده شحال وهو يسنى في هذاك النهار. دونك سي سيغ راح يعجبها الحال وراح يعجبو الحال، يعني مازال ما دخلوش في هذيك لا روتين، مازالهم جداد، مازال يكتشفوا بعضاهم، فهمتي؟ حياه جديده عليكم بالبزاف. دونك امبوسيبل راح نقدر نعطيكم اجابه، يعني هكا ديجا راني واجبتكم وراكم فهمتوا واش حبيت نقول لكم. هذه اول نقطه. ثاني نقطه اللي نحب نفهمكم فيها يا البنات، الزواج ماشي لبسه، ماشي جهاز، ماشي ما راهو حتى حاجه من هاد الحاجات. اذا شتي روحك كي قادره على شقاك اونغاجي وزوجي وربي يهنيك وربي يعطيك نصيب لك متمنيه، اذا راكي شايفه روحك ما راكيش قادر عليه ما تتعدايش. باسكو الزواج يا البنات قبل ما يكون لبسه، قبل ما يكون تحفه، قبل ما يكون كيما نقولوا حب، قبل ما يكون والو، هو مسؤوليه. اذا كنتي قد المسؤوليه راح تقدري تجيري حياتك، حياتك تكون سعيده، راح تقدري تشوفي السعاده في وجه راجلك، راح تكوني انت فرحانه، راح تجيري الحاله، فهمتوني؟ راح تقدري تجيري الحاله وراح تجيك الحياه عادي، وتكوني بيان، روتين تاعك يكون هايل، تشوفي راجلك فرحان بيه. لكن وحده اللي ماشي قادره على المسؤوليه ولا ماشي موالفه بها ما راحش تلقى راسها، دونك اوتوماتيكمون ما راحش تلقى روحها في طياب، ماشي مالفه طيب. تلقى باللي زعما ما لحقتش، ما تقدرش دير الشغل كيما يحب القلب، ما لحقتش باش تسقم روحها باسكو ماشي معوده نفسها انها تقوم بنفسها في الدار، يعني ماشي مالفه بالنظافه الشخصيه، ماشي مالفه تفحفح روحها. دونك تلقى روحها حياه جديده عليها وجايه بزاف صعيبه ومخلطه عليها وماهيش عارفه تجيري كامل الحاله. اوتوماتيكمون الزوج راح يلاحظ هذيك الحاجه وصاصبو حتى يصرا مناوشات في الخطره الاولى. دونك هذه حاجه مهمه بزاف بزاف يا البنات، تفهموا بلي الزواج مسؤوليه ماشي لعبه. عندك طياب، عندك نقاء، عندك تقومي بروحك، كي تشوفي روحك بلي قدرتي ديري كامل هاد العفايس يا البنات راح تكوني انتي فرحانه والزوج تاعك راح يكون فرحان بالبزاف. ايماجيني ويجي للدار يلقاها مفحفحه، يلقى مرته مفحفحه، الله الله الروايح، الطياب ديجا طاب، الماكله طابت، الطابله محطوطه، يعني اكيد اكيد راح تلقاي روحك وراح تفرحي، وحاجه ما راح تجيك صعيبه باسكو موالفه بالمسؤوليه هذيك وكلش. باغ كونط اذا كيما نقولوا تخلوا لقاك مازال ما لحقتيش وراكي بدون نشاف وشعرك مازالو مشعشع، يعني السيد ديجا عنده شحال هو يتخايل وما تلقى لي بومديان مقابلو في الدار، كيفاه كيفاه؟ غير قولوا لي كيفاه.
دونك هذه حاجه اساسيه يا البنات. اذا كنتي قد المسؤوليه صدقوني كلش ساهل كلش بيان، ما تتخلعوش منه عادي جدا. هذه هي النقطه المهمه اللي هضرت لكم عليها، وكانت كاينه يعني مشتركه اللي قالت لي شو شتا بصح ماهوش جايبوني شا. انا نقول لك كلمه ماشي زوج، هذه انا نشوف هذا رايي الشخصي، نشوفها باللي كيما نقولوا واجب كل مرأة جزائرية فحلة انها تقوم بدارها، انها تكون نظيفة في الجسم تاعها وفي نفسها وقادرة على شقاها. هذا ما كان علاش في دارك في داركم ما راكمش تنقوا الدار، ما راكمش تطيبوا، ما راكمش تحطوا الطابله، ما كاينش تنقي روحك. دونك سي كيف كيف عند راجلك، ما فهمتش علاش كي تروحي لدارك تولي تقولي مانيش بونيشه. واش راكي حابه؟ حابه تولي راجل؟ حابه تولي تخرجي معاه وتدخلي معاه والدار شكون اللي يقومها؟ اذا كنتي انت ما تقوميش بالواجب تاعك مالا شكون راح يقوم به؟ حتجي الجاره هي اللي تخدم لك دارك. دونك هذا مفهوم خلط خطأ يا البنات. انا هذا ما كانش نقدر نقولكم على تجربتي الخفيفه والبسيطه في اول ايام زواج، باللي اذا قدرتي تجيري الحاله وقدرتي تكوني مسؤوله وحكمتي الريتم تاع دارك كلش ساهل، كلش باذن الله الرحمن الرحيم ساهل. هذه هي اليوم خيرت اني نناقش معكم هذا الموضوع البسيط، نتمنى كنت خفيفه عليكم وتكون. وهذه هي البنات، انا نتمنى تشاركوني راي تاعكم في لي كومونتير باسكو رايكم يهمني، ماشي شرط انا نكون صحيحه، دائما نقولها لكم انا منكم نتعلم ومني تتعلموا. هذه هي خطا ندي من عندكم خطا من عندي، وما كاش قد انك صافي بليزير كي تكوني فحله وقدرتي تقومي دارك. يعني راح تكوني انت فرحانه، تشوفي دارك مفحفحه، تشوفي روحك بيان، تشوفي طابلتك الله الله، ماكلتك بنينه، صافي بليزير. دونك لي ما راهيش واجده لهاد الحاجات كامل، نقول لك وجدي روحك هكا باش ما تصطدميش، باسكو ماكيش راح تنوضي تلبسي ترقدي تلبسي وتماكيي وتقعدي، نو راكي حتقومي بدارك، تقومي بالزوج ديالك وتقومي بالنفس ديالك بيان سور. اي هذه هي حلاوتها، وهذا هو الشغم تاعها، حاجه ما صعيبه وكلش حلو. ميم كي تخدمي دارك ولا تكوني طيبي وديري وتلقاي روحك بالليله ونهار مسؤوله بعد ما كانتي يمك تعاونك اختك تعاونك، هذاك هو لو شارم. انا يعني شاركتكم تجربتي البسيطه، وماشي شرط يكون الراي تاعي صحيح، هذا الراي تاعي انايا. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم يا لو كان شويه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي جيم، نحبكم بزاف بزاف، سلام.